الحريات في الإسلام وأكو آيتان في القرآن حول الحريات. آية تقول لا إكراه في الدين، وآية تقول يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الحريات في الإسلام والحريات في العالم. الحقيقة عالم اليوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الدكتاتوريات البحتة، وهي الدكتاتوريات الشرقية ومن في فلكهم. هؤلاء هم يصرحون بالدكتاتورية بروليتاريا. العالم الشرقي كلها دكتاتورية وهم يصرحون نحن دكتاتوريون، يعني في بلادنا لا أكو أحرار ولا حريات. ونأتي إلى العالم الغربي. العالم الغربي يقول العالم الحر، وهذا كذب، وإنما عالم ربع حر. يعني قسم الحرية أربعة أقسام، ربع من هذه الأقسام الأربعة يستغل تحتها الحكومات الغربية كأمريكا وألمانيا الغربية وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا واليابان من البلاد الشرقية وما أشبه. هؤلاء لهم ربع حرية، ويبقى البلاد الأخرى ومن ضمنها البلاد الإسلامية القسم الثالث، وهذا مزيج عجيب واقع، مزيج من الحرية والدكتاتورية والأهواء ومختلف الصنوف. لأنه الله في القرآن الحكيم يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لما المسلمون ابتعدوا عن الإسلام صار بعضهم ذيلا للغربيين وبعضهم ذيلا للشرقيين وبعضهم مزيجا من الأهواء والأفكار والاتجاهات والشرق والغرب، وصار أمرهم فرطا. هذه الحريات الآن معاصرة في عالمنا، وكلمة الإسلام تقول الإسلام حر والإنسان حر بأعجب المعاني الحرية. أنا شخصيا مؤلف كتاب في الحريات الإسلامية، كنت أراجع الكتب الإسلامية حتى أرى الحريات الإسلامية ما هي، وإذا شفت أن الإسلام هي الحرية الحقيقية في جميع الميادين، أخذا من العقيدة وانتهاء بأصغر الأمور وبأكبرها. ولا تصدق أنه يأتي حكم أو قانون أو دين أو مذهب أو حزب أو ما أشبه ويحلم بهذه الحريات.